بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم من نتعلم الجيت هاب ديسكتوب. الفكرة من الجيت هاب ديسكتوب نفس اللي علمتك إياه على البراوزر، لكن راح ننزل أبليكيشن على الويندوز أو الماك، وأكيد طبعا راح يكون فيه خصائص أحسن من البراوزر. خلينا نشوف كيف. فأول مرحلة نسويها هسه ننزل الجيت هاب ديسكتوب. أول إشي راح أنزله على الويندوز، بعدين أنزله على الماك بنفس الفيديو. خلينا مع بعض نشوف كيف راح ننزل جيت هاب ديسكتوب. أول إشي راح تفتح اللينك اللي راح يكون في الديسكريبشن، راح يوديك مباشرة على هاي الصفحة. بعد هيك بتكبس على الداونلود فور ويندوز، مباشرة راح يبلش تحميل في الابليكيشن. بعد ما يخلص تحميل نعمل شو ان فولدر، بعدين رايت كليك ران ادمنستريتور، وهيك راح يبلش تثبيت الابليكيشن الخاص في الجيت هاب. بعد عمليه التثبيت بحكي لك ويلكم تو جيت هاب ديسكتوب. خلينا نسوي ساين جيت هاب. الفكره بكل بساطه انا بدي اربط حسابي الموجود على براوزر في الابليكيشن. شو بحكي لك هون؟ اوثورايز ديسكتوب، يخلينا نعطي صلاحيات للديسكتوب. اكبس على اوثورايز ديسكتوب. هون شو بحكي لك؟ انه انا بدي افتح دائما الديسكتوب، تحكي له الاو، بعدين تعمل له اوبن جيت هاب ديسكتوب. هون شو بحكي لي؟ بدي اعمل شويه كونفجريشن، هيطلب منك كونفجريشن جيت، هيقول لك النيم. اذا مش موجود عندك النيم، انت اكتب اليوزر نيم الخاص في الجيت هاب والايميل الخاص في الجيت هاب، بعدين بتعمل فينش، وهيك بكون احنا ربطنا حسابنا في الجيت هاب ديسكتوب. خلينا هسه ننزل الجيت هاب ديسكتوب على اجهزه الماك. طبعا بعد المرحلة التنزيل راح يكون الويندوز والماك او اس الاثنين نفس التطبيق، ما فيش اي اختلاف. طبعا زي ما حكينا نفس اللينك، اذا فتحته على نظام الويندوز حيقول لك داونلود فور ويندوز، واذا فتحته على نظام الماك حيقول لك داونلود فور ماك. فنعمل هون داونلود فور ماك، وهي بلش التحميل. طبعا حيكون على شكل ملف مضغوط. بعد ما يخلص تحميل نكبس هون ونعمل show in finder، دبل كليك بنفك الضغط على الملف، وهي ظهر عندي الجيت هاب ديسكتوب. دبل كليك هون بده صلاحيات، فبنحكي له open، وهيك تم تنزيل الجيت هاب ديسكتوب. شو بحكي؟ بنعمل sign in، فبنحكي له sign in to github.com. طيب نفس خطوات الويندوز مش اختلاف، لكن انا حبيت اشرح لك اياها في الويندوز وفي الماك عشان ما يكون في عندك ولا اي مشكله. بعطيه هنا الصلاحيات authorize allow open github desktop. هون شو بحكي لي؟ بدي اعمل شويه configuration، هيطلب منك configuration get، هيقول لك النيم. اذا مش موجود عندك النيم، انت اكتب اليوزر نيم الخاص في الجيت هاب والايميل الخاص في الجيت هاب، بعدين بتعمل finish. هسه هاي المشكله فقط راح تظهر في اجهزه الماك. شو الفكره؟ بحكي لك بكل بساطة انه انا الجيت هاب موجود على الديسكتوب، فلازم ننقله احنا على الابليكيشن، فبنحكي له موف اند ريستارت. اوكي، وهيك وصلنا نفس الشكل كان موجود عندي في الويندوز، وهيك بنكون خلصنا اول جزء هو تنزيل الجيت هاب ديسكتوب. خلينا في البداية نشوف مكونات الصفحة الرئيسية. اول اشي عندي اياه هي كرييت توتوريال ريبستوري، والهدف منها هي عبارة عن تعليم الجيت هاب ديسكتوب، لكن احنا ان شاء الله راح نشرح كل شيء بالتفصيل. طب الخيار الثاني هو كلور ريبستوري، يعني اي مشروع بدك اياه بتقدر تنزله عندك على الجهاز، بس انت بتعطيه اللينك وهو بينزل لك المشروع بدك اياه. النقطة اللي بعديها هي كرييت نيو ريبستوري، يعني بتنشئ مشروع جديد على جهازك وترفعه انت على الجيت هاب. النقطة اللي بعديها بحكي لك اذا انت في عندك مشروع أنشأته أنت على جهازك مسبقاً بدك تشتغل عليه، تقدر تضيفه من هون. كمان أعطيك هون خاصية هي دراج دروب. على سبيل المثال عندنا مشروع التست في جواته جيت، بقدر أسحبه زي هيك وارميه هون دراج دروب. نيجي لآخر قسم عندي إياه وهو كل الريبستوري اللي أنا أنشأتها على الجيت هاب. خلينا نتعلم أول جزء عندنا إياه هو الكلور ريبستوري. في عندك أكثر من طريقة، ممكن تدور انت على اي مشروع انت انشأته او تجيب اي لينك لاي مشروع.
علمتك إياها سابقا، إذا افتح أي مشروع بابليك خذ اللينك الخاص فيه واعمل له من هون كلون. أول ما تحط الـ URL بعدها هتختار مكان التخزين، أنت بتختار من هون مكان التخزين بدك إياه، ممكن تغير مكان التخزين عادي كان على ويندوز أو كان على الماك. بعدها راح تسوي كلون. أنا بدي أسحب مشروع أنا أنشأته، هروح على github.com وأدور على مشروع اسمه Project Test. Project Test هي أول مشروع، وهي المشروع اللي أنا بدي إياه، بعمل له كلون. قبل ما أسوي كلون وين راح يتخزن هذا المشروع؟ راح يتخزن على الدوكومنت، راح ينشئ لي فولدر اسمه github Project Test، بقدر أغير مكان التخزين عادي من التشويس. وهون هسه بعمل كلون. في هاي المرحلة تم سحب المشروع من الجيت هاب وتم إضافته عندي على اللوكال يعني على جهازي. خلينا نتعرف على المكونات الرئيسية في هاي الصفحة. أول إشي عندي إياه هو الكرنت ريبوزيتوري يعني المشروع Project Test. القسم الثاني هو الكرنت برانش، شو البرانش اللي هسه شغال أنت عليه، شغالين على البرانش اللي اسمه مين. القسم الأخير هو المسؤول عن رفع التعديلات على الجيت هاب. لو نزلنا تحت راح تلاقي انه في عندك هون تشينج. ايش هي فكره التشينج؟ اي تغيير بتسويه على المشروع مباشره راح يظهر عندك هون. طب الهيستوري، الهيستوري تم اضافتها جديد ب 2022. ايش الفكره منها؟ بتوريك كل الكومنت اللي انت سويته في المشروع. خلينا نرجع للتشينج. وهنا في نقطه كمان مهمه، لو نزلنا لتحت راح تلاقي انه في عندك سمري اللي هو خلينا نحكي اسم الكومنت، وبتعمل هون ديسكريبشن نفس اللي كنا نسويه سابقا، لكن صار كله عبارة هسه على اليو اي. خلينا نحكي بطل في اوامر. لو طلعنا هسه على هاي الصفحة هيعطيك عدة خيارات لفتح المشروع. اول طريقة هي اوبن فيجوال ستوديو كود. طبعا اكيد راح اسيب لك لينك تنزيل الفيجوال ستوديو كود. ايش هو الفيجوال ستوديو كود؟ هو عبارة عن محرر نصوص، الهدف منه تقدر تبرمج اي لغة برمجة عليه، جافا، سي بلس بلس، دارت، فلتر. طيب فلتر ليست لغة برمجة، فلتر فريمور، بايثون. بنصح الكل ينزل، احنا في القناة شرحين فلتر، اذا فتحت اي قائمة تنزيل فلتر كانت ويندوز او كانت ماك او اس راح تلاقي الفيديو متعلق بالفيجوال ستوديو كود اذا حبيت تحضره بشكل كامل. الخيار الثاني انك تعمل شو ان فايندر، في الويندوز راح تلاقيها شو ان فولدر، او تفتح الجيت هاب بشكل سريع عن طريق البراوزر. انا حاب استخدم فيجوال ستوديو كود، هاي اوبن الفيجوال ستوديو كود. مباشرة حكينا في عندي نوت وفي عندي ريدمي. داخل الريدمي بدي أضيف تعديل، مثلا بدي أضيف هيدر 2 وأحكي مثلا است 1، سيف كنترول اس. بعدين خلينا نعمل ماينس من هون. شو انتبهنا؟ مباشرة المشروع عارف لحاله في عندك تعديلات، قال لك صار في عندك تعديل في ملف الريدمي. شو التعديل اللي صار؟ انك انت ضفت تيست 1 عبارة عن هيدر 2 وكمان ضايف سطر فاضي. تقدر تعمل هون اي كومنت بدك اياها، مثلا عملنا ابديت ريدمي، ممكن تعمل هون ديسكريبشن وهو اوبشنال مش اجباري، وهاي كومنت تو مين. ايش يعني مين؟ البرانش اللي اسمه مين. طب بعد هيك شو بحكي لك؟ بقول لك شايف هون صار في عندك بوش اورجنال، تقدر تكبس على بوش اورجنال او تكبس من هون بوش اورجنال عشان يرفع على الجيت هاب. وهي يرفع، أكيد صارت الحياة سهلة هسه صح؟ متأكد رح تحكي لي ليش ما علمتنا إياها من أول الدورة؟ كان لازم أنا أفهمك أول إشي الجيت، بعدين الجيت هاب بكل تفاصيله، بعدين آخر إشي أعلمك الديسكتوب عشان تكون أنت فاهم كل الأفكار. لو فتحنا هسه الجيت هاب ورحنا على المشروع اللي اسمه Project Test، أعمل ريفرش وهي صار عندي تيست 1. خلينا هسه ننشئ مشروع جديد، كيف؟ نرجع على الجيت هاب، خليني أكبر لك إياه بشكل كبير. كيف بدي أنشئ مشروع جديد؟ لو رحت هسا على Current Repository فقط راح يوريك المشاريع اللي أنت تم إنشائها. وأنا بدي أنشئ مشروع جديد، بدي الخيارات اللي كانت موجودة عندي. روح على الفايل كان ويندوز أو كان ماك، عندك New Repository يعني مشروع جديد، Add Local Repository يعني مشروع عندك إياه أنت أصلاً على الجهاز، أو Clone Repository. تعلمنا Clone Repository، هسه بدي اعمل نيو ريبستوري. اول اشي بحكي لك اعطيني اسم الريبستوري، بدي احكي مثلا بروجكت اندرسكور 2. ديسكريبشن هي اوبشنال، وين انت حاب تخزن هذا المشروع؟ هخزنه انا في الدوكومنت جيت هاب، ممكن تغير مكان التخزين. هل بتحب ننشئ ملف ريدمي
بحكي له اه خلينا بعد هيك نعمل كرييت روب ستوري، وهيك تم انشاء مشروع جديد. شو بحكي لك هون؟ فقط ناقص عليك انك تعمل ببلش. انت عملت لوكال يعني على جهازك، لازم هسه ترفعه على الجيت هاب، فقط اضغط على ببلش روب ستوري. طب بحكي لك اسم المشروع بروجكتو، حاب تحط ديسكريبشن؟ بحكي له مش شرط. طب شو بحكي لك طلع الديفولت؟ الديفولت بيكون مشروعك برايفت. اذا بدك اياه يكون بابليك فقط شيل الصح، بيصير هيك بابليك. بدك اياه برايفت فقط حط تشيك يعني خليها فعاله. اورجانيزيشن شرحناها، مثلا انا عندي مجموعه حاب اضيف هذا المشروع داخل مجموعه، وهي بابليش وبستوري. هيك تم رفع مشروع بشكل ناجح. تعال نتاكد. محمد السيد بستوري، وهي بروجكتو. تعال نعدل هذا الملف. في عندي اكثر من طريقه زي ما حكينا، في عندي اوبن فيجو ستوديو كود او شو ان فايندر او فيو اون جيت هاب، انه يفتح لي الجيت هاب على البراوزر. فخلينا نرجع نختار اوبن فيجو ستوديو كود. بدي اعدل ملف الريدمي، مثلا بدي احكي له ابديت 1، هي فقط للتست. سيف تقدر تنشئ اي ملف بدك اياه من هون، نيو فايل، مثلا بدي احكي له ميل دوت دارت، هاي باستخدام لغه دارت. ممكن تضيف انت اي شيء بدك اياه. اكيد انتبهتوا خلال الدوره ما شرحت برمجه، ملفات كانت عاديه، لكن انت بتقدر تطبق الجيت والجيت هاب على اي لغه برمجه. مثلا انا بدي احكي له هون بدي انشئ فاكشن، هاي فويد، هاي ميل، هاي براكت، هاي كل براكت، فاكشن بسيط، واعمل جواته مثلا برنت طباعه، واحكي له ميل فاكشن، وهي سيمي كولن. شو المشكلة؟ انه هذا يكون سترينج، سترينج يعني نص داخل سنجل كوتيش. خلينا نتأكد من التغييرات اللي صارت. اها حكالي في تغييرين صار عندك، في الميل صار في عندك تغيير، وهي التغيير الجديد، وفي عندك الريدمي. في الريدمي شو صار؟ انت حذفت سطر وضفت سطر وحكيت ابديت 1. هون بقدر اخلي الميل في كومنت والريدمي في كومنت. طلع معي كيف؟ مثلا بشيل التشيك على الريدمي وبحكي له هون اد مين فايل، هاي كومنت مين. خليني هسه اضيف كمان كومنت، هاي ريدمي بدي احكي له هون، خليني اعمل اختصار كلمه ابديت، وهاي ريدمي وهاي كومنت مين. لو رجعنا هسه على الهستوري عندك ابديت ريدمي اد مين فايل، لو طلعنا هسه على البوش اورجر حكالي في عندي تو كومنت لازم يرتفعوا، أو ما سويت كليك مباشرة رفع لي إياهم على الجيت هاب. تعال نتأكد كلامي صح. هنا نعمل أبديت، عندي هون أبديت 1 وتم إضافة ملف المين. نتأكد راح تحكي لي هل بقدر أخفي ملفات؟ بحكي لك آه. هتقولي كيف؟ خلينا نضيف مع بعض ملف جديد، عندي مين دوت سي بلس بلس باستخدام لغة سي بلس بلس. خلينا هسه أرجع على الجيت هاب. بالضبط تم إضافة مين دوت سي بلس بلس، لكن هذا الملف بدي أخليه أنا مخفي، إنه الجيت هاب ما يتبع هذا الملف. رايت كليك إجنور فايل. شو اللي صار هنا؟ أنشأني ملف اسمه دوت جيت إجنور، تعلمناه في المحاضرات السابقة، وصار مين دوت سي بلس بلس داخله. تقدر تسوي أي إشي بدك إياه. شو حكي لي هون؟ أنا عملت لك كرييت جيت إجنور وهاي كومنت مين. لو رجعنا هسه على المشروع انت حتلاقي انه تم انشاء ملف اسمه get.ignore، تقدر تضيف اي ملف اي فولدر مثل ما علمتك انا بفيديو متعلق باخفاء الملفات باستخدام الجيت. متاكد هسه رح تسالني وتحكي لي بقدر انشئ برانشات باستخدام الجيت هاب ديسكتوب؟ بحكي لك اه، والموضوع جدا سهل. اول اشي قبل ما اسوي اي برانش اتاكد انه المشروع عندك يا ابديتد. احنا سوينا كومنت اللي هو create git ignore لكن ما رفعنا، خليني ارفع كل شيء عندي اياه كلين. بعدين نروح على التاب اللي اسمها برانش، كان ويندوز او كان ماك او اس نفس المبدا، برانش نيو برانش. هون بيحكي لك اعطيني اسم البرانش، مثلا لوكيشن. بيحكي لك هون انه البرانش اللوكيشن راح ياخذ نسخه من المين. اتفقنا سابقا انه الجيت هاب بينشئ دائما البرانش اسمه مين. لو انت استخدمت الجيت
انت عملت جيت انشالايز راح ينشلك مباشره ماستر، فلا تحس انه الموضوع صعب، وهسه راح يسوي لك كرييت برانش. طب لو طلعنا هسه على الكرنت برانش واقف وين؟ واقف على اللوكيشن. لو رجعت هسه للفيجوال ستوديو كود طلعنا وين واقف هسه؟ واقف على اللوكيشن. يعني مثلا خلينا نعمل تعديل في الميل، بدي انشئ كلاس كار بهذا الشكل. خلينا نرجع هسه على الجيت هاب، اروح على التشينج، وهيك تم تعديل ملف الميل وإضافة كلاس كار على البرانش اللي اسمه لوكيشن. ابديت ميل هاي كوميت لوكيشن، شو بحكي لي؟ هل انت بتحب ترفع اللوكيشن على الجيت هاب؟ بحكي له لا، بدي اخليه انا لوكال، ما بدي ارفع البرانش هاف على الجيت هاب. برجع مباشرة على الميل، طلع كيف بقدر ابدل بين البرانشات، اروح على اللوكيشن او بروح على الميل. اذا في عندك اكثر من برانش تقدر تتنقل بيناتهم بسهولة. لو رجعت هسه على الفيجوال ستوديو كود هتنتبه انه ملف الميرج شو ماله؟ ما في كلاس. طب كيف بدي اعمل ميرج؟ علمتك اياها، لكن علمتك اياها في الكود. طب كيف بدي اسوي ميرج؟ بتروح على التاب الخاصه في البرانش وبتعمل ميرج انتو كرنت برانش. لكن هو ركز معي، قد كنت واقف على البرانش الاساسي اللي هو مين، بروح هسه على البرانش بعدين بعمل ميرج. بحكي لي هسه هون اختار البرانش اللي بدك تسوي له ميرج اللي هو اللوكيشن، كرييت ا ميرج كومنت. وش بحكي لي؟ ارفع التعديلات. بدي اروح هسه على الميل، مش انا هسه في الميل، خليني افتح الكود. اها شايف صار في عندي هسه كلاس وهي البرانش اسمه ميل، يعني سويت ميرج. ارفع التعديلات كلها بوش اورجن، تعال نتاكد. خليني اعمل ريفرش، افتح ملف الميل كلاس كار. أتمنى كانت أفكارنا واضحة، نشوفكم إن شاء الله في محاضرات قادمة ويعطيكم العافية.